ان رجلين يوم القيامة يأتيان فيقول احدهما للاخر كيف حالك مع الله؟ فيقول له ليس لي الا حسنة واحدة. ثم يقول الاخر الاول فكيف حالك؟ فيقول له ان ميزان اعمالي متوقف على حسنة واحدة. فيقول ابو الحسنة الواحدة خذ حسنتي تلك وادخل بها الجنة فانا داخل النار داخلها، فبدلا من ان ندخلها سويا خذ حسنتي انت وادخل بها الجنة ودعني ادخل النار وحدي. وعندئذ ينادي العلي العظيم عليهما فيقول لصاحب الحسنة ماذا فعلت مع صاحبك؟ فيقول يا ربي اعطيته حسنتي ليدخل بها الجنة. فيقول له الله كيف تجود وانا الجواد الكريم؟ وادخل به الجنة فقد غفرت لك.